بدك تعملي زهورات؟ عم يوجعك بطنك؟ لا ما عم يوجعني، بس اجى على بالي كاسة مو أكتر. صحة، خفت تكوني مرضانة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بدي أسألك أمير، ليش طلع مع الصيد؟ ما بعرف ليش. شوفي، لأنه الصبح قال لي طالع له الموتور تبعه، اتفاجأت لأنه صار له زمان ما ركبه. وبعدين طلع من القصر كتير بسرعة، كان جانن وعم يسوق الموتور مثل الطيارة، ما بعرف شو بو، كان باين معصب. لا تبالغ سفر، أكيد بيكون مستعجل. لا ما بظن لأنه مستعجل. تخيلي لما طلع من باب القصر على لحظة واحدة كان رح يفوت بسيارة جاية. الله حماه الحمد لله. الله يحمي يا رب، كون معه وحمي. يا رب يحميلي، يا أنا خايفة عليه من تصرفاته المجنونة، قلبي مثل النار عليه. خير؟ في شي؟ في شي زعجك؟ مالك عبعضك؟ لا حبيبتي أنا منيحة، انتي درسي ولا تشغلي بالك. هاي الوظيفة صعبة وهلا رح تخلص، الباقيين سهلين بيخلصوا بسرعة. تعرفي الأنسة قالت لنا انه هدول مهمين كتير، وانا حفظتهم منيح ولقيتهم سهلين. في شغلة وحدة ما فهمتها، حطيت عليها إشارة لتشرحي لياها. يا ربي دخيلك. لا ما بصدق. شوفي سفر، خير؟ شو صاير؟ هاد أمير، أمير عامل حادث. ست جاهدة، لا لازم خبرها بسرعة. واقف سفر، لا تلا لنت.